أخوكم في الله، يحبكم في الله، ويحب من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رائد ابن عثمان ابن محمد الشرفاء من قرية بيتا نابلس الضفة الغربية فلسطين، أكناف بيت المقدس، يعني قريبين من بيت المقدس، بالسيارة نصف ساعة تقريبا. الآن نسأل الله أن يفرج عن هذا البلد المبارك في يعني الاحتلال، يضايقون الأهل هناك، خاصة في قريتنا بيتا موجود في مشاكل بسبب اغتصبوا جبل اسمه جبل صبيح خاصة في هذه القرية، وقتلوا من الشباب من رمضان الماضي لليوم 10 من الشباب رحمهم الله، نسأل الله أن يتقبلهم. يعني في هذه الظروف الراهنة اليهود يعني المحتلين يعني شديدين على الشعب، يقتلون ولا يفرقون بين صغير وكبير، بين شيخ وبين رضيع، أنتم تعرفون يعني قال تعالى فيهم يعني تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والشعب هناك صابر يعني مرابطين إن شاء الله، يا الذين آمنوا اتقوا الله، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. ولكن في الفترة الماضية قبل الاحتلال كان يعني يقصد هذا المكان بيت المقدس، يزوروا من جميع البلدان الإسلامية وسهل الزيارة، هكذا كان في الماضي. والاحتلال نسأل الله يفرج عن هذا الشعب إن شاء الله. الشعب بشكل عام الفلسطينيين ما شاء الله أهل ذكر وأهل يعني محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم العاطفة الدينية، نعم حتى في أعراسهم كانوا زمان يعني اللهم صل على محمد، اللهم صل في الزفين هكذا، والمجالس في المساجد موجود بعض الحلقات ومظاهر يعني تعظيم الدين. ولكن في هناك يعني بسبب الاحتلال شوي الشباب الآن في الظاهر تجدهم يعني الصور والشخصيات من الخارج، يعني الحلقات واللباس يختلف عن أهل اليمن يعني في اللباس وكذا. ولكن يرجع إلى الماضي، حتى يعني بعض المؤرخين عندما دخل مدينة نابلس ما وجد أو ما رأى وجه امرأة مكشوف، اللباس الأسود وهكذا اللباس العربي بشكل عام يعني كان منتشر، ولكن في هذا الزمن اللباس الإفرنجي يعني طغى على بيوت المسلمين، ونسأل الله الهداية. ولكن العاطفة الدينية محبة موجود الإقبال على المساجد في صلاة الجمعة، تجدهم يعني ما شاء الله يتهيئون يعظمون الشعائر صلاة العيدين هكذا. عندما كنا نخرج في الدعوة هناك في القرى وفي يقبلون ويعني يكرمون الدعاء ويسمعون لكلامهم في الطرقات أو في المساجد. فالشعوب العربية يعني ما شاء الله فطرة، الفطرة السليمة والمحبة للدين موجود محبتهم لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وكان في الماضي المجالس يعني إذا جاء مولود يصلحوا هكذا مولد يعني فرحة بهذا المولود، أو إذا يريدوا يعني يسكنون بيتا جديدا كذلك يعملوا المولد، كانت المولد منتشرة الموالد وفرحتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الترتيبات هذه. ولكن في هذا الزمان الآن انتشرت الغفلة، أن الناس في غفلة والعياذ بالله إلا من رحم الله، موجود بعض المتعلقين يعني بالمشايخ مرتبطين. الحمد لله احنا تعرفنا على يعني على الدعوة،
والنشاط في القرية يعني الزيارات، زيارات أهل القرية بعد المناسبات، يعني بعد العشاء نزور بيت بيت، وأهل القرية محبين للدعاء، نصلح مجالس يعني بعد المغرب، هناك في كل أسبوع يعني موجود محاضرة، يطلبون الأوقاف للخطب أحيانا، يتصلون يعني نخطب الجمعة. الجهد على الأولاد يعني في المسجد في التعليم، يعني هكذا الدورات، في الدورات خاصة عندما جينا في 2008 إلى تريم وأخذنا يعني عن سيد الحبيب عمر بعض الترتيبات، ثم رجعنا إلى فلسطين، هناك يعني في المساجد الأولاد والكبار كذلك، ونأخذهم معنا إلى قرى ثانية مثلا في رحلات إيمانية هكذا خاصة الشباب. هكذا هذا النشاط، يعني كل شهر أو أسبوع نذهب إلى قرية ثانية وإلى مسجد ثاني، المحافظة على الأذكار، بعض الجلسات البردة يكون في البيوت. رمضان الآن صار فلكلور إسلامي يعني بالنسبة لفلسطين، يعني قبل رمضان تجد جميع البيوت يعني تنير بهذه الأضواء الخافتة، يعني محبة استقبال في رمضان، كل واحد يشتري هذه السراجات والأضوية يعلقها يعني أمام مدخل الدار أو في الدار. عندما تنظر إلى البيوت كلها قبل رمضان مستعدين لاستقبال رمضان في الأضواء هذه، فرحانين بقدوم رمضان لا شك في ذلك، كل العامة وحسب كل واحد حسب مشهده. الحمد لله في رمضان الناس يعني هذا موسم عبادة يعتبروا، وهم مهيئين لاستقبال هذه النشاطات مثل المحاضرات يعني بعد الفجر، كذلك أكثر شيء يكون بعد العصر الناس متفرغين، يعني كذلك بعد الظهر بعد العصر، وكذلك بين الأربع ركعات التراويح استراحة يكون في كلام، والناس يعني في رمضان مستعدين لاستقبال يعني هكذا، نكون بعد العصر مستعدين في المساجد، نتوزع المساجد ونعطي يعني الدروس والمحاضرات، كله يعني ما يتعلق في الصوم بالنسبة لأحكام الصوم، يعني في الفقه كذلك في الترغيب بقراءة القرآن زيارة الأرحام هكذا. ولا شك أن الناس في رمضان يتفرغوا كذلك للعزائم وزيارة الأرحام، يعزمون البعض من البعض هكذا ترتيباتهم يعني، والدعاء ينطلقون في رمضان أكثر يعني بالنسبة للمحاضرات في المساجد وبعد العشاء تكون كلمات أكثر من غير رمضان. العشر الأواخر يعني للأسف تضعف الهمم قليلا في العشر الأواخر، يعني للأسف العشر الأواخر يبدو الناس يفكروا في العيد وتراتيب العيد وكذا، ولكن نحن نعظم يوم واحد في العشر الأواخر وليلة 27 من رمضان. ليلة 27 من رمضان يعتكفون من يعني من بعد التراويح حتى الفجر، ويكون هناك سحور جماعي يعني فلاح وسحور جماعي حتى الفجر، يعني يتسحرون ويصلون الفجر ثم خلاص كل واحد يذهب إلى يعني النوم أو البيت.